كنا عايزين نحسمها بدري، ولكن يمكن ربنا يعني زايد لنا خير في مباراة معينة ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، نادي الاهلي اضاع الفوز النهارده، ولكن ما زي وزي ما قلنا اتأجل الحسم يمكن مباراة اخرى. الاول قول لي انهي مباراة معينة اللي انت عايز الاثنين تحسم فيها ربنا يسهل الدوري العام دي؟ بعيدة يا كابتن، انتوا جبتوا سيرتها النهارده وديك وصلت لها. ماشي، لا الله كريم ان شاء الله. لا بص يا كابتن ايمن، طبيعي في كره القدم النتائج الايجابيه والسلبيه طبيعيه في كره القدم. يعني انت مش هتفضل طول حياتك بتكسب، تمام؟ مش هتفضل طول الوقت بتكسب، بس هو الدرس المستفاد من ماتش النهارده انت تخرج بيه بدروس مستفاده. صح، تمام. ليه بدروس مستفاده؟ لان هل انت كنت الافضل النهارده؟ الى حد كبير كنت انت الافضل النهارده. هل انت كنت مسيطر؟ لحد كبير كنت مسيطر النهارده. خلاص، هم في اعتقد هم من الدقيقه 70 فرقه فيوتشر وقعت بدنيا، فبقت انت مسيطر على زمام المباراه. لكن هي الدروس المستفاده واول درس واهم بقى، اهم درس يعني، هم من وجهه نظر الشخصيه درسين يعني. كيفيه استغلال الفرص اللي بتتاح للعيبه النادي الاهلي، كيفيه استغلال الفرص، يعني لما تجي لي فرصه استغلها ازاي واستغلها باني شكل، تمام. تاني حاجه، درس مهم جدا بالنسبه لك انت، لما فرقه تلعب بالشكل ده قدامك هتقدر تسجل هدف بأنهي طريقه وبأنهي شكل. يعني انت الكرات العرضيه النهارده كلها ما خدش ولا كوره تقريبا، صح؟ الكرات المتحركه تقريبا اعتقد الاهلي ما خدش ولا كوره. ده معناه ايه؟ طالما انا ما عنديش الفرود اللي بيشتغل في الحته دي، يبقى لازم التنويع بقى يا كابتن ايمن، تنويع الهجمات. ما بقولكش ما تلعبش من على اطراف الملعب، لا، لكن هتوصل ازاي وتلعب من ما توصل وتلعب لتحت، تمام؟ اوصل والعب على الارض، لكن هتوصل وتلعب كل كره عاليه. انت واضح من الدقيقه الاولى ان الكرات العاليه مش بتاعه النادي الاهلي، الكرات العرضيه العاليه. وخد بالك، ودي اتكلمنا عليها من بدايه الماتش لو تفتكر، قلنا الكرات العاليه فيها مشكله. عندهم كان عندهم مشاكل كتيره جدا فنيه في حارس المرمى، مظبوط، اتكلمنا عليها. في الاثنين السنتر باك عندهم مشاكل كبيره، فاتحين عاملين ستريتش للملعب فمدينك مساحات تشتغل. يعني انت لو بتتفرج على الشوط الاول، بيرسي تاو بيروح لوحده، فدان ارض بيروح لوحده. لكن عدم التكمله من، عشان انت ما بتلعبش براس حرب ب 10 صريح، وعدم تكمله حسين الشحات في بعض الاوقات، وكذلك الناحيه العكسيه لما حسين بيستلم بيرسي تاو ما بيكملش، دي مخلياك عددك قليل في منطقه الجزاء. فبالتالي مش قادر تستغل الهجمات الخطره بالنسبه لك اللي ممكن تنهي بيها المباراه، تمام؟ ممكن نقول او نسبب الكلام ده، نحطه كده ما بين قوسين ونقول الاهلي لسه لعب مباراه من الخميس اللي فات، من تمام؟ يومين. لسه الخميس اللي فات من يومين، جمعه بجمعه بالظبط، لحقت تستريح بالظبط. فالمجهود البدني انت لسه ما عملتش الريكفري بتاعك، خلاص خلي بالك تحتش. الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن بلال، ما هو مستمر الماتشات اللي جايه، هو انت غصب عنك، خد بالك انت غصب عنك، غصب عنك هيستمر. ما انا عشان كده بقول لك يا كابتن ايمن، ايه المباريات لما تبقى مزنوقه بالشكل ده، والتايم الوقت لما ما بيسعفكش بالشكل ده، يبقى لازم انا بالنسبه لي كل فرصه بتتاح ليا في الملعب هي دي الفرصه الاخيره بالنسبه لي في المباراه. ليه؟ لان هل انا امكانياتي وقدراتي البدنيه تسمح لي العب خميس حد اربع، تمام؟ وفي نهايه الموسم في شهر 7، يعني اللي هو العالم كله دلوقتي بيعمل فتره الاعداد. ده انا عايز اجيب فتره الاعداد، بيعمل فتره الاعداد، كل العالم كله اشتغل دلوقتي. انا عايز اجيب بس لو الاعداد يجيب لي عدد ماتشات النادي الاهلي السنه دي، ده هترجم نفس الكلام اللي انت بتقوله. انا بكلمك في الصح، انت النهارده لعبت الخميس، تلعب النهارده الحد، هتلعب الاربع اللي جاي اللي هو هتعدي ثلاثة اثنين وثلاث، هتلعب الاربع، فانت بتلعب ثلاث مباريات في ست ايام. الامر في غايه الصعوبه طبعا، في سيزون بينتهي بالنسبه لك. بدنيا انت كويس، هتعدي 60 مباراه. انا عايز اقول لك على حاجه يا كابتن شريف، انت لو انت اصلا في اول السيزون هيبقى صعب عليك، هيبقى صعب طبعا، مش في نهايه السيزون والله، وحتى لو في نص السيزون وانت، ما انا بقول لك اهو في اي وضع يعني، لو انت طبعا طبعا وضع طبعا، انا بقول لك لو انت بتبتدي ولياقتك جاهزه وحاضره مش هتقدر. طب الامر صعب جدا، ما ليها حل، حلولها. احنا قلنا قبل كده ان المستر كولر مجهز معظم اللعيبه، صحيح، ولكن كل ماتش يعمل حته تدوير او حته تبديل، تمام، وتغيير. لكن في مباريات ما تقدرش تعمل التدوير بشكل كبير، على حسب انت برضو التيم اللي بتلعب معاه. يعني النهارده من المعتقد
ان او من المنطقي او من واقع الاوراق زي ما بيقولوا ان فيوتشر هي ثالث الدوري العام بس الا الان اللي شفناه في الملعب غير كده بس خالص. اللي في الملعب يعني هو هيطلع ان هو طبعا اي حتى مدير فني على ما يطلع يقول لك انا عملت جيم 10 على 10 وقفلت كويس ومنعت الاهلي من يخترق ومنعت الاهلي لا ومش عارف ايه احسن نتيجه على فكره احسن نتيجه عملها اي خد بالك ومش هتقدر تقول غير كده انت خد بالك عشان النتيجه بتقول كده لكن بطبيعه الحال لا الجاب كبير طبعا ما بين الاهلي وفيوتشر جاب كبير جدا 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 ولو فيوتشر هيلعب بالطريقه دي في افريقيا هيبقى الامر صعب جدا يعني عليه. احنا النهارده خسرنا نقطتين طبعا بكل المقاييس بكل المقاييس لا انت خسرت نقطتين لسوء التعامل مع الهجمات بتاعتك مش بدلك النهارده انت اسات في التعامل مع الهجمات اللي اتيحت لعيبه النادي الاهلي سير الشحات فرصتين ثلاثه علي معلول بالعرض ثلاث اربع كور بس عايز اقول لك حاجه في ماتشات ما بتجيلناش فيها الفرص زي ما جت النهارده فرص كتير صح وبتقتنص فرصه او اتنين من خلال ثلاث اربع فرص مظبوط وبتكسب الماتش صح يعني برضو التوفيق النهارده كان يغيب بعض في كان في عدم تركيز بصفه عدم تركيز تنفيذ. جاي من الاجهاد يا كابتن خد بالك انا برضو انا بكون في قمه تركيزي امتى لما بكون انا بدنيا فايق جاهز بدنيا فبالتالي التركيز بتاعي بيبقى موجود هو اللعيب امتى اصلا بيفقد تركيزه في الملعب لما يوصل لمرحله الاجهاد تمام خلاص انت كده خلاص عقلك ما بيشتغلش لانك انت مش قادر بدنيا مش قادر فبالتالي مخك خلاص صحيح. بيخرج بره يعني بره الجيم مزبوط. فالنهارده انت لاعب مباراه كذا حاله يا بلال في الشوط الثاني كده لما هيجيبوها هتلاقي الفرقتين بيدوا الكره لبعض مش قادرين انت اللي عندك المشكله الاكبر يا كابتن شريف لان انت المباريات بتاعتك يعني فيها دمج يعني بتلعب كل 48 ساعه مباراه صعبه جدا صعبه على اي تيم يعني تخلي يعني هتبتدي فريش هتبتدي كويس تمام بعد كده والمباراه شغاله هتبتدي تفقد التركيز لانك انت بتفقد المخزون البدني دي ثالث سنه في نفس وزود خد بالك وده امر طبيعي بس انت قلت حاجه برضو كابتن علاء وكابتن شريف كابتن اسامه طبعا حته اهدار الفرص طبعا ما انا عشان كده بقول لك ايه انا النهارده هاصل ببقى عارف ان انا هاصل لدرجه من الايجاد عاليه الشوط الثاني فبالتالي كل الفرص المتاحه بالنسبه لي هي فرص كل فرصه اخيره بالنسبه لي مكسب. هي مزبوط. فرصه مباراه مزبوط. تخلص بيها ماتش لان مش هينفع انت تفضل مثلا ايه يعني انت مش زي الاول انت مش مرتاح فمش هتلعب بنفس الكفاءه صحيح. طول المباراه فبالتالي كل فرصه بتتاح ليك اثناء الجيم في الوقت المضغوط في المباراه المضغوطه دي هي الفرصه الاخيره بالنسبه لك لازم تسجلها واستغلها.